بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الأسبوع الأول في شرح برنامج إدارة مشاريع مايكروسوفت بروجكت. إن علم إدارة المشاريع ليس جديدا، فقد استخدم منذ آلاف السنوات في بناء الأهرامات وبناء سور الصين العظيم وغيرها من المشاريع، فهي نتيجة لتطبيق مجموعة من الممارسات وأدوات علم إدارة المشاريع التي كانت متاحة في وقتها. ثم تطور هذا العلم حتى وصل إلى ما وصل إليه في يومنا الحاضر، وهو أيضا ليس حكرا على مجال معين. فبناء قمر صناعي أو بناء ناطحة سحاب أو حتى إصدار رواية للأطفال أو رحلة برية مع مجموعة من الأصدقاء، كل هذه تعتبر مشاريع. إذن ليس هناك أحد لم يعمل على مشروع باختلاف التخصصات والأعمال على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى العملي. وسنتعرف في هذا الأسبوع على مفاهيم عامة عن إدارة مشاريع، وسنعد معا هيكل لتجزئة الأعمال، ونتعرف على الواجهة الرئيسية لنظام مايكروسوفت بروجكت. كما أحب أن أشكر كل من ساهم في الاستبيان، فهو شريك في هذه الدورة لمساهمته في تحديد محاورها، وأشكر أيضا منصة رواق على جهودهم المتميزة، وأسعد بتعليقاتكم ومناقشاتكم، وأهلا بكم وإلى المقطع التالي.